السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب، قناة علوم الانترنت. اليوم ان شاء الله سنرى موقع لربح بعض المال من الانترنت، وهو موقع صادق لقد دفع لي. نبدأ على بركة الله، ستجدون الرابط اسفل الفيديو. هذه هي واجهة الموقع. التسجيل، طريقة التسجيل هي سهلة، نضغط على روجيستر، وهنا ندخل الإيميل الخاص بنا، هنا كلمة سر ثم إعادة كلمة سر، نضغط على الكابتشا ثم نضغط على روجيستر. لم أتذكر هل ستصلك رسالة إلى إيميلك للتفعيل، إذ وصلت قم بالضغط عليها فقط. أنا مسجل مسبقا، سأريكم إثبات السحب. أضغط على لوغن، هنا أدخل كابتشا، يعني موقع انبهرت له، وفي اشتغاله طريقة اشتغاله سهلة جدا، قد تصل لكثير من الدولارات في اليوم. كما ترون هذه هي واجهة الموقع. الآن أنا رصيدي 1 دولار، وقمت بسحب 1 دولار. سأريكم إثبات السحب، أضغط هنا أريكم إثبات السحب. الحد الأدنى للسحب هو 1 دولار. كما ترون هذا هو إثبات السحب، كما ترون 1 دولار إلى بايزا 2016 من شهر 4 يوم 2 الساعة. كما ترون سأدخل إلى حسابي في البايزا، كما ترون أنا لدي 1.56. سنرى ذلك. كما ترون ها هو إثبات السحب، سأضغط كي أريكم إثبات السحب الخاص بي. كما ترون 1 دولار. كما ترون هو الموقع كابتشا.com. كما ترون تو كابتشا.com. كما ترون أرسل للموقع 1 دولار و0.27 هي انقطعت من بايزا. كما ترون الموقع صادق 100%. هذه هو اسم الموقع. ننتقل إلى طريقة الاشتغال. طريقة الاشتغال هي الطريقة سهلة جدا. نضغط على ستار وورك للاشتغال، ثم نضغط على ستار ونكتب الكابتشا، يعني اكتب كابتشا ثم نضغط هنا سند. كما ترون هنا انضافت، يعني تنضاف. كما ترون هنا رصيد، يعني كابتشا سهلة 6. اضغط هنا كما ترون، اذ كانت الكابتشا صعبة تقوم بتغييرها. يعني طريقة الاشتغال في الموقع، هذه كابتشا صعبة، طريقة الاشتغال سهلة سهلة جدا. هذه كابتشا صعبة، يعني تدخل الكابتشا وتربح. هذه كابتشا كما ترون هنا ينضاف المال. كما ترون يعني موقع جميل جدا، أنصحكم بالاشتغال عليه. أدخل الكابتشا نضغط هنا، يعني كما ترون هنا تنضاف. كما ترون تنضاف هنا، يعني قد تربح حوالي كثير من الدولارات في اليوم، يعني تخصص وقتك لهذا الموقع. كما ترون تنضاف XMP. تضغط هنا كما ترون تنضاف. آخر كابتشا، يعني الكابتشا لا تتوقف، يعني لا تت... كما ترون ربحت 0.0026 في هذه المدة القليلة. كما ترون ستنضاف هنا، سأريكم
لاحظوا معي، كما ترون قد انضافت هنا. طريقة السحب هي طريقة سهلة، عندما تصل لواحد دولار تضغط هنا، تكتب هنا كم لديك، واحد مثلا واحد دولار، وتضغط هنا يصلك المبلغ. كما ترون قمت بسحب واحد دولار، قد وصلني إلى حسابي. هذا كل ما لدينا في حلقتنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد علوم الإنترنت. لمن لديه أي سؤال سأترك صفحتي على الفيسبوك لطرح الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.